المرة دي انا عامل الثيم بتاعي عن الجانجل عموما بوجه عام. اخترنا اسم الكوليكشن ذا جانجل اللي هو الغابة، وابتدينا نلعب على ايتم من اللي في الغابة. يعني ابتدينا نلعب على الشجر، على الورق اللي بينزل من الشجر، على الورود، على الانيمالز. يعني مسكنا كل انيمالز كده وفصصناه، يعني اشتغلنا على الباترن بتاعته، واشتغلنا على الفيجر بتاعه، واشتغلنا على الموضوع عامة ان هو يدينا كوليكشن كامل. مجال تصميم الازياء انا ابتديت 2014 تقريبا 2016 بقالي 4 سنين اهو. تمام. وانا اساسا مهندس ديكور، بس عشقي للتصميم في اي مجال هو الديزاين بوجه عام، سواء بيبقى في الديكور او في الفاشن او whatever. اوكي، هو بيقدر يوصل الثقافة بتاعتك انت والدول المجاورة ليك. تمام. فان انا اعمل كده وان انا اقدر اجذب الناس دي ان هم يشوفوا نفسهم من خلالي، اوكي، ده طبعا بيحسن الخط. في الكوليكشن دي اكتر حاجه قريبه لقلبي كان تصميم عباره عن ورق شجر وملفوف بربطه كده زي الاورنج. لا، مش سنه جايه، في شهر 4 ان شاء الله عندي ايفنت مهم قوي، عامل حاجه ليها علاقه بالشوكولاته، وده اول مره حد اقوله له. اوكي، ان احنا عاملين ستيم كله من الشوكولاته، سواء في الديزاين او في التنفيذ كمان، ان انا منفس فساتين بالشوكولاته. قدامي كذا اوبشن، يا اما اطلع اسبانيا يا اما هطلع امريكا ان شاء الله. ميرسي، شرفتني ونورت الدنيا النهارده.